أمور بإذن الله طيبة. بسم الله. لماذا يتغير بعض الناس؟ بعض الناس في الحقيقة لم يتغيروا وإنما ظهروا على حقيقتهم يعني، فبالتالي لا تخف كثيرا. وأنا يعجبني كثيرا الذين يقولون لعلك يوما دعوت وقني شر ما قضيت، ولعل بعض هذا التغير وبعد بعض الناس عنك من الشر الذي صرف عنك، لكن لا تحدد اسما بعينه، لا تقول لماذا فلان أو فلانة، يعني لا تزكي نفسك وأن الناس ابتعدوا بسبب أنك أنت كويس وهم لا. لا، أنا أراجع نفسي، ربما أنا أخطأت في أسلوب، في كلمة، في المجلس ما كنت كويس، ربما أني لم أحسن إليهم. لما قال أحدهم لصاحبه يعني أنا نفسي أو قلبي لا يرتاح إلى فلان، قال وأنا كذلك، لكن ما يدريك لعله هو الأصلح فصرنا لا نحب الصالحين. الإنسان يعني هنا يتهم نفسه، لكن المقصود أنه لا تطارد، نعم كم يا عم هيروكا، لا تطارد الناس كثيرا، أحسن واقترب وقرب. يعني لما أقول لك لا تطارد الناس، أنا ضد قاعدة وكررتها في كم برنامج، كلمة اللي أي شيء عكر مزاجك أتركه، دعك من هذه الكلمة، هذا كلام سجعي يعني كلام منمق لا أثر له في الواقع. نحن حتى لو واحد عكر مزاجنا من قرابتنا نتودد إليه ونقترب ونشوف وين الخطأ ونقرب وجهات النظر ونحب بعضنا بعضا، لعل الله أن يرفع و